السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد. فكره الفيديو النهارده ان شاء الله هنشرح فانكشن معينه في كتير طلبوها مني، فدي سلسله هنكمل عليها كتير في الفتره اللي جايه. يعني هجيب اي فانكشن كده صعبه او سهله، يعني هو ده للمبتدئين، الناس لسه بتتعلم برمجه، بتحب عايزه تتعلم برمجه كويس. فانا همشي معاهم فانكشن كده او كود هم مش فاهمينه، وهبتدي اشرحه واحده واحده. وده انت ممكن ده بقى تطلعه واحده واحده كده، تحطه مثلا في اي مود صغير في دماغك، تعمل مود واحده واحده بيكبر، وان شاء الله هتبقى يعني تعرف تعمل مودات كويسه. فدلوقتي اي حد عنده اي كود مش فاهمه هيكتبه تحت في التعليقات، وان شاء الله هعمل له فيديو مخصوص انزل فيه الكود او الحاجه المعينه. وبتاسف لكم طبعا على الغيبه الطويله اللي انا غبتها دي 4 شهور تقريبا، بس ان شاء الله هرجع وهتبقى الدنيا حلوه ان شاء الله. فالنهاردة عندنا شرح الحاجة صغيرة كده. عندنا كود بتاع اون بلاير شات. اون بلاير شات ده اول كود ده اولا، يعني اللي هو مثلا مش في سيرفرات بتخشها، بيكتب لك مثلا في لما تخش كده هو بيحمل لتنزيل سيارة، اكتب سيارة مثلا في الشات راح ينزل لك سيارة مثلا. عشان يملى دمك يقول لك اكتب في الشات صحة مثلا، راح هو كاتب ايه في الشات؟ صحة، فدمه يتملى. فده اللي هنفهمه النهارده. اول حاجه نروح على ملف اللعبه العادي، سيرفر مودز ديس ماتش ريسورسز، تمام، ونفتح الملف اللي هو احنا متعودين عليه على طول نبرمج فيه. نفتحه اهو. طبعا لازم نكون عاملين ملف الميتا، نكون معرفين السيرفر والكلينت. اول حاجه بقى اون بلاير شات. انا من رايي لما تحمل حاجه فيها صحه وفيها سياره وفي الحاجات دي تعملها في السيرفر، عشان السيرفر زي ما اتفقنا للسيرفر كله، انما كلينت دي حاجه خاصه باللاعب. فده كود انا مجهزه اهو، هنشرح الكود واحده واحده. بيقولك طبعا اد فيديو هاندلر، يعني مثلا ده حدث، يعني حاجه هتحصل لما البلاير يكتب حاجه في الشات. ده اهو اون بلاير شات. طبعا انا هكتب لكم الكود ده، هنزله لكم في الوصف تحت لو حد عايز يحمله، ودي اهم حاجه طبعا علشان تعرف تكتب الكود صح. فتكتب اون بلاير شات، وطبعا لازم تكتب الروت. هنعمل هنا بقى فانكشن عادي. الفانكشن ودي الارجمنت بتاعها، المسج والمسج تايب، تمام، دي حاجات في الارجمنت لازم تتكتب. فانا بيقول له لو اف المسج او الام اس جي دي ايكوال لو كتب في الشات صحه، او ممكن نخليها اي كلمه احنا عايزينها، كلمه انجليش، كلمه عربي، اي كلمه انت عايزها تكتبها. اف طبعا لازم عليها زن، وده احنا كنا شرحناه قبل كده، ولازم تعمل اند للاف. فهو بيقول لك اف المسج لو هو كاتب، لو كتب اللاعب ده في الشات بوكس صحة، هقول له هنا set element health السورس اللي هو اللاعب 100، تمام. طبعا انت ممكن بقى مثلا لو كتب في المسج سيارة تكتب هنا مثلا الكود الخاص اللي هو ينزل السيارة. طبعا ده كل ده في الويكي، وحاول كده بقى ايه تخش في الويكي شوية، يعني مثلا غير set element health دي بأي حاجة تانية. افضل فكر بقى، انا جبت لك الحاجه اهي الاولانيه كده عشان دي اللي هتعرف تبني عليها بعد كده الكود. فزي ما اتفقنا ممكن تشيل ست element health دي خالص، ممكن مثلا تعمل بتاعه الدرع، ممكن تعمل بتاعه السكين، ممكن تعمل بتاعه السياره، ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تعمل بتاعه السلاب مثلا لو كتب اي حاجه تانية. مثلا لو كتب هنا سلاب تكتب هنا اللي هو الكود الخاص بالسلاب، لما يكتب سلاب يموت. فعايزين نجرب الحاجات دي مع بعض. فاحنا زي ما اتفقنا اهو الكود نسيبه، تمام. نروح على اللعبة، استنى بس افتح السيرفر بتاعي. فشباب زي ما اتفقنا حاولوا اللي انا بعمله ده تنفذوه بالظبط. ازاي تنفذوه؟ ما تتفرجش على الفيديو وتنقل، لا بلاش. اول حاجة نزل الكود من تحت، تمام. ثواني بس نخش. استغفر الله العظيم، ايه مش فاهم بقى دلوقتي. فزي ما اتفقنا اول ما تخش تنزل المود اللي انا عامله ده، المود الصغير ده، وحاول تنقله قدامك، تنقله قدامك وحاول تنقله كتير لحد ما تحفظه وانا فهمته لك كويس، وهتعرف بعد كده بقى تغير فيه اي حاجه، تعدل عليه، تعمل اللي انت عايزه. فاول حاجه نفتح كده بقى البتاع اللي انا عامله، اي سكريبت ريستارت. ثواني بس ننزل بس من الدم بتاعنا، او الدم فوق نازل.
نكتب في الشات صحة، بقى الدم اتملى. ده كان الكود بتاع النهاردة، يا رب تكونوا فهمتوا الشرح كويس. لو اي حد عنده كود معين مش عارف مش فاهمه او مش عارف ينفذه كويس، اكتبوا لي في التعليقات تحت، وان شاء الله باذن الله هكتبه له، هعمل له الفيديو مخصوص ليه وهشرحه له، وان شاء الله يستفاد مني كده. ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان تشجعني انزل فيديوهات اكتر وفي اوقات قصيره. يلا السلام.